حياكم الله مشاهدينا اينما كنتم حلقه جديده من بترو دولار نعرف تفاصيلها واياكم من بوابه العناوين. مجمعات سكانية تغزو مساحات شاسعه في العراق والصحافه العالميه ترمي بشبهات غسيل الاموال عليها. اتحاد عمال البصره يكشف لبترو دولار العماله الاجنبيه غزت المحافظه اكثر من المحليه بنسبه 60%. على وقع الحرب الروسية الأوكرانية الخام العراقي يغرق الأسواق الأوروبية بنسبة 20% من احتياجاتها وفي حلقتنا اليوم ومن كركوك محصول الذرة الصفراء الاستراتيجي يفقد مكانته أمام المستورد من دول الجوار اهلا بكم الى تفاصيل انعكست جريمه غسل الاموال بشكل سلبي على العقارات في العراق مما ادى الى ارتفاع خطر في اسعار العرض. الاكاديميون والباحثون اكدوا ان الازمه الماليه التي تعرض لها العالم لا سيما الدول التي تستضيف الاموال المهربه من العراق تحت عناوين واسماء متعدده اجبرت مهربي هذه الاموال على العوده بها الى البلاد لكن بوسائل مختلفه واستثمارات عقاريه سواء عبر شراء العقارات او بناء المجمعات السكنيه. هذا ما آلت اليه نتائج صحيفه اندبندنت عربيه في تقرير نشرته تحت عنوان المجمعات السكنيه باب لغسل الاموال القذره في العراق. التقرير خلص الى ان مؤشرات عمليات غسل الاموال بدت واضحه وتثير الشبهات. من خلال ارتفاع أثمان الوحدات السكنية المعروضة للبيع، فمن غير المعقول أن يسكن هذه المجمعات موظفون حكوميون دخلهم الشهري محدد، ولا يمكن أن تقارن أسعار وحداتها السكنية بأسعار الأحياء السكنية المجاورة لها. التقرير نقل أيضاً عن المختصين بالشؤون الاقتصادية العراقية قولهم إن معظم القاطنين في المجمعات السكنية التي أنشئت خلال السنوات الأخيرة يعملون لدى أصحاب هذه المجمعات ويعملون في مشاريع أخرى تحوم حولها. شبهات غسل الاموال كمطاعم الدرجة الأولى والمولات ومراكز التجميل لافتا الى ان معظم مالكي المجمعات السكنية هذه يمتلكون مصارف خاصة تحوم حولها الشبهات ايضا التقرير اضاف ان هذه المجمعات تشهد مخالفات في عقودها المبرمة مع الجهات الحكومية على سبيل المثال إذ منحت الشركات المستثمرة الاراضي التي اقيمت عليها المجمعات بقيمة واحد في المئة من سعرها الحقيقي او السعر المقدر وإذا كان سعر المتر الواحد عشرة آلاف دينار أي ما يعادل سبعة دولارات تبيعه الشركة المستثمرة للمواطن بقيمة ألف دولار وهذه مخالفة واستغفال وتواطؤ لاستغلال أموال الدولة إلى البصرة التي كشف فيها رئيس اتحاد نقابة العمال هناك أحمد الخفاجي لبرنامج بترو دولار على ان نسبه العاملين الاجانب اكثر من العاملين العراقيين بنسبه 60% مؤكدا ان الطبقه العامله في المحافظه تشكل اكثر من 70% من المجتمع وتضغى العماله الاجنبيه على نظيرتها المحليه بنسبه تتجاوز ال 60% وهناك اجانب يسجلون باسماء عراقيين ويدخلون للعمل في شركات استثماريه وبالحقول النفطيه العماله الاجنبيه ليس على مستوى الكفاءات دخولهم الى ممكن انه بعضهم يعملون براتب او اجر اقل من الاجر العراقي يتحججون ارباب العمل بان العماله العراقيه يوميه يطلب اجازه يوميه يتغيب عن العمل العامل الاجنبي انه مستمر هنا أنا عندي في اي وقت اقدر يستمر وياي بالعمل ما يتارك العمل فهذه حجج هي يعني غير غير دقيقه مارب لعله تهرب من الضرائب والرسوم اللي يدفعها الأرباب العمل اتجاهها هؤلاء العمال باعتبار يقدر يخفيهم في أي وقت في إحدى الحالات صارت عندنا لقيناهم مجموعة من العاملين خمسين إلى ستين عامل ضاميهم بحاوية من طلعت اللجنة التفتيشية الدقيق حتى يتهرب عن التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الكثير من العمالة الأجنبية الآن الذي تعمل بالشركات لا تخضع بقانون العمل هذا واحد النقطة الثانية يوجد تمييز عنصري بين العمال العراقيين وعمال آآ آآ الأجانب الموجودين، بمعنى أنه كثير من الرواتب مهندس عراقي وفني أجنبي يختلف اختلاف كلي بموضوع الراتب، هذا يأخذ فوق الخمسة آلاف دولار أو ستة آلاف دولار والمهندس العراقي صاحب شهادة وابن هذا الوطن ما يتجاوز راتبه إلى ألف ونص إلى ألفين دولار ملف العاطل على محاة البصرة أو ملف التشغيل في البصرة هو للأسف الشديد ملف يعتبر يعني مقصود من قبل بعض الجهات السياسية التي تحاول إرباك الوضع للأسف الشديد يعني هذه الأيام لم تتوقف التظاهرات في محاة البصرة من قبل المهن وكذلك الشهادات ولحد هذه اللحظة هناك تظاهرات من قبل العقود أو ما يسمى بـ 30 ألف درجة وظيفة بالتالي الحكومة لا توجد لديها خطة حقيقية من أجل يعني وضع حلول استراتيجية لقضية الشباب وإلى القطاع النفطي حيث تعتبر مصافي الوسط من المشاريع الرائدة في قطاع الصناعة النفطية والتي ستوفر نحو 3000 فرصة عمل للشباب العاطلين في محافظة الديوانية رئيس الوزراء وخلال زيارته الأخيرة إلى مصفى الشنافية أكد أن عملية تجري حاليا لزيادة الطاقة التكريرية الإجمالية في مصافي الوسط إلى 500 ألف برميل يومياً ليس ببعيد من اعلان وزاره النفط سعيها رفع الطاقه التكريريه لمصاف الوسط الى 500 الف برميل يوميا زار رئيس الوزراء محمد الشياع مصفى الديوانيه ليعلن بدء العمل لتوسيع المصفى ورفع طاقته التكريرية إلى 90 ألف برميل يوميا الطاقة التكريرية الإجمالية لمصاف الوسط تبلغ إجمالا 360 ألف برميل يوميا وتسعى الجهات المعنية لرفعها إلى 500 ألف برميل يتطلب إضافة 140 ألف برميل يوميا السودان أعلن من مصفى الشنافية سعي حكومته رفع الطاقة التكريرية فيه من 20 إلى 90 ألف برميل يوميا أي بإضافة 70 ألف برميل يوميا ما يعني أن نصف التوسعة لمصاف الوسط البالغة 140 ألف برميل إضافي ستتحقق من مصف الديوانية لوحده لتسهم هذه الخطوة في تخفيض استيراد البنزين وزيت الغاز وتوفير كميات فائضة من منتوج الغاز السائل وزيت الوقود ذات المردود الاقتصادي الكبير كما سيوفر المشروع بحدود ثلاثة آلاف فرصة عمل لتشغيل أياد عاملة محلية هذا المشروع بهذه التوسعة سوف يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة خلال فترة الإنشاء من 2000 الى 5000 بين مباشر وغير مباشر ويستقر بعد الانشاء واكمال المشروع الى 3000 فرص عمل دائميه بينما وصف السودان المشتقات النفطية المنتجة في مصفى الشنافية بذات المردود الكبير، كاشفًا عن أن المبالغ التي ستُخصص لتوسعة المصفى ستبلغ 675 مليون دولار، المشروع فيما لو تم إنجازه فإنه يؤكد ما ذهب إليه المختصين من خبراء الطاقة والاقتصاد بتخفيض استيراد المشتقات النفطية من الخارج والتي استنزفت المليارات من العملة الصعبة فضلا عن تأكيد ما أدلى به رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بشأن توفير ثلاثة آلاف فرصة عمل للشباب مشاهدينا الحديث اكثر عن محاور الحلقه الرئيسه يسرنا ان ينضم الينا الخبير الاقتصادي السيد طلال الجبوري اهلا بك سيد طلال ملفات عده سنناقشها في محور حلقه اليوم نبدا من ملف مهم وهو ملف المجمعات السكنية التي باتت تنتشر في عموم محافظات العراق أهم هذه المحافظات بالتأكيد هي محافظة بغداد وصل سعر الشقة الواحدة في بعض المجمعات إلى نصف مليون دولار من أين أتت هذه الأموال؟ ما هي الشبهات التي تحوم حول الملف الاستثماري للمجمعات السكنية؟ تفضل أولا تحية لك سيد العزيز وكذلك لكادر قناة دجلة ولمشاهديك الكرام بالتالي نعم الاستثمار في العراق والمجمعات السكنيه والاستثمار داخل المجمعات هو مشكله كبيره يعاني منها اولا تعاني منها الحكومه التي لطالما تعمل على ايجاد فرص استثماريه غير مدروسه وبالدرجه الاساس ايضا يعاني منها المواطن التي الذي جاءت من اجله الفرصه الاستثماريه بالتالي تلاحظ انه هاي هذه الفرص لم تستطع ان تسعف المواطن وتقدم له خدمه، مثلا نحن في بغداد على سبيل المثال، كانت تحتاج بغداد على سبيل المثال 200 الف وحده او الى 250 الف وحده سكنيه، وان انشئت تلك الوحدات ما راح يستفاد من عندها المواطن. لانه ما يستطيع ان يشتريها. يوصل سعر المتر إلى عشاء آلاف سيد, الدولارات. سيد طلال لا نريد أن نستبق قضية شراء العقارات من قبل البسطاء أو المواطن الاعتيادي نتحدث عن كيفية منح هكذا استثمارات في قلب العاصمة بغداد وهي الأكثر كثافة بالنسبة للسكان بين دول المنطقة يعني هم من خلال اللي شفناه الفرص الاستثمارية التي منحت في المطار وضواحي بغداد وبعض الأماكن القريبة حتى طيب. من الخضراء هذه الفرص منحت من أجل تقليل الضغط عن كاهل المواطن لكن أسعارها الباهضة مه. ذهبت الى الى مستوى عالي من 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 المبيعات بالتالي ما انتفع من المواطن تمنح هذه الفرص بالعلاقات انا عندي علاقه عندي عندي واسطه ممكن ان اوصل اخذ فرصه استثماريه ليش ما ينطون هذه الفرصه الاستثماريه الى مستثمر حقيقي يخدم العاصمه ويخدم المحافظات شنو المستثمر الحقيقي هذا المستثمر الحقيقي اللي يستطيع ان ينتش الابناء منطقه الفضل على سبيل المثال أو الأعظمية راس الحواش أو المناطق المكتظة بالكاظمية ينتشلهم من الأزقة ياخذهم الأماكن استثمارية حقيقية بأسعار زهيدة يقدرون يشتروها أنا مو أجي أسوي مجمع استثماري سعر البيت 500 ألف دولار أو الشقة <applause> طيب ما حليت الأزمة لذلك ترى العملية متراكمة شيئا فشيئا والمنفعة من عدها غير موجودة للمواطن انما ينتفع منها اصحاب الاستثمار نفسهم المستثمرين، تصل الارصده مالتهم الى مئات الملايين من الدولارات، بالتالي يحتاجون وين يودوها؟ ساعه يطلعوها وساعه يرجعوها وساعه يشترون بها عقارات، ونسمع احنا الحين بين الحين والاخر عمليات الشراء للمنازل الفخمه والبنايات وكيف تم رفع سعر الشراء داخل بغداد والمحافظات بصوره سريعه، ارتفعت الاسعار، ليش؟ لان يعني طلب العملية عرض وطلب من يكون الطلب مستمر من قبل اصحاب الاموال راح ترتفع الاسعار انعكست سلبا على المواطن، المواطن هنا ضرر لا قدر يشتري استثمار وبنفس الحال البيوت المجاورة إلى صعدت والمستثمر طيب. او المنتفع من عمليات الاستثمار او من لديه يد في تسهيلها تشوفه هو المنتفع الوحيد ولذلك هم صحيفة ستربية. اندبندنت عربية نشرت تقريرا مؤخرا تتحدث فيه عن قضيه بناء هذه المجمعات التقرير عنوانه بالمجمعات السكنيه باب لغسل الاموال القذره في العراق يتحدث هذا التقرير عن ان الاموال التي هربت الى الخارج استطاعت الدول خارج العراق يعني من السيطره على من يسعى لتهريبها ومن اضطر اصحاب هذه الاموال الى اعادتها للعراق واستغلالها من خلال بناء مجمعات سكنيه وكذلك مولات وكذلك صالونات للتجميل لماذا تسيطر الدول التي ليس من شأنها وجود العملة الصعبة بل هي مستفيدة إن كانت تريد الاستفادة لماذا تسيطر هذه الدول على هذه الأموال وفي العراق تذهب الأموال وتعود دون سيطرة طبعا صحيفة محترمة وهي تعطي تقارير موجزة وحقيقية بالتالي هذه الدول تسيطر لأنها لديها قوانين محترمة تحترم قانونها <applause> لا تسمح ولن تسمح بوجود تسيب حتى تحاسب من ينتفع من الرشا او يقوم بعمليات الرشا مع بلدان مجاوره، يعني بعض الاحيان نسمع انه شركه فلانيه قامت المملكه البريطانيه بمعاقبتها ومحاسبتها واحالتها للقضاء لانها شاركت في عمليه رشا داخل العراق، العراق ليش ما يحاسب؟ العراق احنا نسمع من بعض الساسة وبعض المسؤولين وعلى مستوى عالي عندهم مبدأ غطيلي وغطيلك البلد ذاهب منذ سنوات عده نحو الفوضى، ماكو مساءله، انا حسب علمي واطلاعي حتى حسابات ختاميه ماكو. بالتالي هذه الاموال ماكو ماكو عليها رقيب، ماكو من يسال. العمليه الاستثماريه توفر اموال. اليوم الارض مجانا، عمليه البناء بمواد عراقيه صرف كلها من داخل العراق بالمناسبه. ما إلها قيمة نقدية عالية، يعني أرقى بيت ببغداد الآن ينبني أو أرقى شقة ما تعبر خمسين ألف دولار بالمناسبة. طيب. 50 ألف دولار سعر أرقى بيت ينبني داخل بغداد كطابق واحد أو شقة في مكان ما. في الوقت الذي تكون فيه سعر أسعار لأصغر شقة في ألف مجمع دولار. لا وفي بالمناسبة يعني حتى في المجمعات خارج العاصمة بغداد بضمنها مجمع بسمايا أصغر شقة متواجدة في هذه المجمع بمساحة 100 متر تصل إلى 70 ألف دولار <applause> للشقة الواحدة وهنا مع تبعد عن بغداد عشرات الكيلومترات. نعم مع كواليتي قليل وطريقة بناء ربما تكون تقليدية, تقليدية وغير هي. مجديه. تقليدية كلاسيكية طبيعية جدا. طيب بالتالي ماكو مسؤول يسأل أو ماكو هناك لجنة رقابية تحاسب المستثمر تقول له يا تعال أنت أخذت هذا المشروع الاستثماري الغاية منه إنعاش الوضع الاقتصادي للمواطن وللدولة <applause> الدولة يجب أن تنتفع والمواطن يستفيد طيب. وبعدين يجب أن يكون هناك قضاء على الأزمة. ازمه السكن وإن وانهاء حاله التجاوزات وبيوت الايجار وبيوت الطين شو احنا ما جينا نشوف هاي طيب العملية. نسمع ايضا عن عقوبات امريكيه ضد عمليات غسيل الاموال فيما يخص خروج الاموال بالعراق واعادتها واستثمارها في قضيه المجمعات السكنيه لكن لم نسمع عن اثار إيجابية عن تلك العمليات تبلغ وزارة الخزانة الأمريكية الجانب العراقي والجانب العراقي يلتزم الصمت ولا نرى أي آثار إيجابية لهكذا عمليات برأيك لماذا؟ متورطين هناك كثيرون متورطون بهذه العمليات ولديهم أصابع وأيادي وهم على مستوى عالي بالتالي هم كخرز المسبح أن قطع الخيط فرط العقد بالتالي تذهب تلك الخرز لا يوجد من هو يعني مع جل احترامي للبعض الذي يحاول جاهدا ولا يستطيع لكن حينما جاءت هذه الحكومة برئاسة السيد السودان استبشرنا خيرا وبدأ الشارع يأخذ طابع الصمت والمراقبة متأملا أن هناك عمليات محاسبة وضرب للفاسدين وإنعاش للوضع الاقتصادي وانتشال للمواطن من وضع السيء إلى وضع أحسن وهذا الأمل ما زال قائم لكن قد عمره حقيقة الشارع العراقي يراقب لفترة ستة أشهر ما راح يطل الحكومة أكثر يراقب الوضع السياسي لمدة ستة أشهر هل هناك تحسن أم أن الطين زاد بلة أم أن الحال بقي على ما هو عليه هذه الحكومة جاءت متوعدة بمحاسبة الفاسدين ونتأمل خيرا من ذلك ومحاسبة الفاسدين راح تنعش الحالة الاقتصادية للمواطن يعني اليوم أنت داخل بغداد من تنشئ لك عشرة آلاف وحدة سكنية راح تنتشر عشرة آلاف عائلة تجيبهم من ايجار ومتجاوزين وتقسط لهم اياهم وكذلك بالحديث عن هذا الملف هناك حديث يربط ملف المجمعات السكنيه واستثمارها باليد العامله العراقيه، محور اخر ننتقل اليه سيد طلال وهو محور اليد العامله العراقيه، تصريح خطير للمسؤولين في محافظه البصره، اكثر من 60% من العاملين البصريين هم من العماله الاجنبيه وليسوا من اهالي المحافظه. ماذا يشكل هذا التصريح؟ يعني حقيقه اليد الاجنبيه داخل العراق هي منتشره بشكل كبير حتى في المنازل طيب حتى في بيوت المواطنين اصبحت هناك عماله اجنبيه <applause> على اعتبار ان الراي المطروح ان العامل الاجنبي ما يبحث عن اجازه مثل ما تفضلت بتقيركم ما يبحث عن فرص للراحه يعمل من الصبح لليل العامل العراقي يحمل كاريزما شويه شخصيته صعبه يكون العمل اللي, اللي يقوم به حسب مزاجه لذلك يذهب او اجور العامل الاجنبي اقل من العراقي لذلك يذهب المستثمر والمواطن اللي عنده مشروع او صاحب المنزل او صاحب العمل الى المجيء بالعامل الاجنبي طيب يعني هذا راح يزيد من معدل البطاله من معدل التضخم طبعا من معدل اخراج العمله الصعبه من العراق الى باقي الدول طبعاً يعني ما الدول التي ترفد العراق بهذه العماله هو ما بيشك طبعا بالمناسبه العراق الوحيد اللي يطلع ما يدخل طيب اموال البلد الوحيد اللي تطلع من عنده اموال ما تدخل له ليش لانه ما بي مشاريع حقيقيه الحكومه والمتعاقبة الحكومات المتعاقبة لم تجد منشآت صناعية حقيقية داخل البلد من اجل ان توظف اصحاب الاختصاص واليد العامله، بالتالي هذه العمليه تستنزف الاموال العراقيه وتذهب للخارج بسبب عدم وجود خطه استراتيجيه مدروسه او متابعه حقيقيه لذلك الملف، ايش قد يحتاج العراق من عماله اجنبيه؟ ماكو قياس. <applause> مثل عندنا مثل يقول اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، يدخلون بدون شعور مثل ما موجود الان استيرادات بدون بدون وعي، ماكو <applause> خطط مدروسه لا بوزارات الحكومات السابقة ونتأمل في هذه الحكومة بوزرائها بوزاراتها وهي مطالبة بشكل كبير أن تضع جدوى اقتصادية للبلد إذا ما استمرت الحكومات في التعاقد مع شركات من خارج العراق دون تشغيل المصانع والمعامل العراقية كيف يمكن اليوم أن تأتي هذه الشركات إلى العراق وتستغل العمالة العراقية من دون وجود كوادرها التي اعتادت على بناء المجمعات المشاريع الاستثمارية الفرص البنيويه في كل بلدان العالم هل من المعقول ان تاتي هذه الشركات تاخذ العامل العراقي دون العامل الذي اعتادت على عمله وطبيعه ما يمكن ان يقوم به في الاعمال والمشاريع لا لا من غير المعقول ذلك بالتالي هذه الشركات تعتمد على عمالها وهي مستفاده مستفيده ومنتفعه منهم اما الحكومه يجب ان تبادر تبادر بايجاد منشات ومصانع ومعامل من اجل على الاقل ترسل رساله اطمئنان للشارع العراقي بان هي جاده في تصحيح المسار طيب. سمعنا قبل تشكيل الحكومه حتى من الاحزاب المتنفذه والتي تنفذت بشكل كبير بعد الانسحابات اللي حصلت ان هناك نيه حقيقيه لانعاش الوضع الاقتصادي في العراق وتحسين الحاله المعيشيه للمواطن لذلك هدأ الشارع طيب. طبعا الشارع ما هدأ إلا من أخذ تلك الاطمئنانات بالتالي الحكومة إذا كانت جادة عليها أن تسعى في ذلك المجال أه من الممكن أن يعود الشارع اليوم نعم. إذا ما لم نرى أي انعكاس إيجابي على هذا الملف نعم نعم الشارع يراقب وبحذر وبشكل كبير ما يحدث من آداء حكومي بالتالي إذا ما انتفع من الحكومة وما قدمت للخدمات وما وعد به رئيس الوزراء قبل تسنمه المنصب يرجع يظاهر على الحكم ويعيد مطالبه هم لا يهدؤون حتى انا الى مطالبهم هذا راي المواطن العراقي يقول لك انا ما مستفاد من هذا البلد البلد ذاهب لاشخاص و معدودين يعني المنتفعين من الـ من, الـ من, الوضع السياسي ما يتجاوز عددهم المليونين يعني خلينا نكون واقعيين طيب. اما هناك 48 مليون متضررين شنو ذنبهم دوله هم يبقون يراقبون مدى الحياه متاملين في حكومه السوداني وهو بدا يخطو خطوات حقيقه تبعث الامل او بارقه امل في نفوس حتى وان كانت بالاقاويل الا ان المواطن يترقب لعله تلك طيب الاقوال في هذا في هذا الملف سيد طلال يعني راينا زياره رئيس الوزراء الى مصفى الشنافيه في الديوانيه وقال ان هذا المصفى يمكن ان يوفر فرص عمل مؤقتة تبلغ خمسة آلاف فرصة عمل ودائمية ثلاثة آلاف فرصة عمل بالنسبة للعراقيين إذا ما استغلت هذا هذه المشاريع بصورة تأميمية وطنية هل من الممكن أن يعود العراق إلى عدم استغلال الشركات الأجنبية ويستغل الشركات المحلية والمعامل الوطنية بإعادة إعمار العراق من جديد؟ والله أنا يعني حقيقة أولا العراق يستاهل يستاهل والديوانية تستاهل حقيقة والله العظيم هذه المحافظة بأغضيتها بنواحيها تستاهل مع, مع جل احترام لكل محافظات العراق الكل يستاهل لكن هذه المحافظة التي لا يوجد فيها فرصة حقيقية لإنعاش المواطن ما بها شيء أهلها ناس طيبين وعاجزين عن ايجاد ما يسد رمق عيشهم، بالتالي العطاله اليد العامله فيها عاطله بشكل كبير، وتلاحظ عدم وجود فرص عمل حقيقيه، اي مشروع الان هذا اللي تحدث عنه رئيس الوزراء، مهما يكون راح يوفر فرص عمل، بالتالي عمليات الانتاج اذا كانت زادت راح تستفاد منها المحافظه والبلد بصوره عامه ليش ما اسوي هيك مشروع ولماذا طيب. ما انطل هاي المحافظات اللي ما بها لا مرقد ولا بها مدفن ولا بها معلم سياحي ممكن تستفاد من عنده ولا هي مثلا صايره في مكان سياحي أذهب إلى إيجاد معامل استراتيجية تعمل على أنعاش الحالة الاقتصادية للمحافظة الأقضية حقيقة يستاهلون أهل الديوان وبذلك يدعو من برنامج شربيت دولار بضرورة الوقوف على هكذا مشاريع ضيفي الخبير الاقتصادي السيد أذا أمكن الجبوري تفضل إذا أمكن في دقيقة تفضل أمكن. هناك مناشدة من أبناء مدينة النجف حملونا رسالة من خلال قناة دجلة وهي قناة محترمة بشكل كبير مهم. من أصحاب محلات المدينة المائية الذين تضرروا بشكل كبير بعد الحريق الهائل اللي حدث في المدينة وأوعدتهم الحكومة رئيس هيئة الاستثمار محافظ النجف المستثمر الأجنبي أنه ستكون هناك تعويضات هم يشكون اليوم ويجون حقيقة مطالبين من خلال قناتكم أن يوصلون رسالتهم أن المطالب سوفت والوعود ذهبت بعيدا عن مخيلة المسؤول بالتالي لا المحافظ لبالهم طيب. حسب ما أدلوا به ولا رئيس هيئة الاستثمار وعود فقط والمستثمر قال لهم اذهبوا للقانون طيب هنا المشروع الاستثماري اللي ما محصل وغير مرصن عليه أن يتحمل مسؤولية دعوة أيضا نوجهها من خلال برنامج بيترون دولار أنتم نحن ناقشت كشفنا في, في وقت سابق نعم. عن الوثائق التي خصت مشروع المدينة المائية وكيفية إعطاء التصريح لبناء هذا المجمع دون المرور على الدفاع المدني واخذ الصلاحيه من الدفاع المدني لهذا المشروع، هي رساله نطلقها لرئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني بضروره تعويض عشرات بل مئات العوائل التي تضررت من هذا المشروع. الخبير الاقتصادي السيد طلال الجبوري كنت معي ضيفا عزيزا سعدت بالحديث لك. معك والى اللقاء. شكرا لك. تلت صادرات العراق النفطية إلى أوروبا ولمدة خمسة أشهر أكثر من عشرين بالمئة لتبدد مخاوف مصافي الأوروبية من وجود نقص سيتزامن مع حلول فصل الشتاء لتحول التوقعات إلى فائض في الخام المورد إليها بيانات شركة ريفينتيف للخدمات الشحنية أكدت أن العراق زاد من صادراته النفطية إلى أوروبا بأكثر من عشرين بالمئة على أساس سنوي في الفترة من تموز لغاية تشرين الثاني وبنفس الوقت وجدت مصافي التكرير الاوروبيه نفسها تعاني من فائض في المعروض من الخام حيث لم يتحقق النقص المتوقع بسبب الحظر الذي يلوح في الافق من الاتحاد الاوروبي على النفط الروسي اشار عدد من التجار الى قدره اوروبا على استبدال النفط الروسي بدرجات من الشرق الاوسط والولايات المتحده الامريكيه وامريكا اللاتينيه ايضا بينما تتطلب او اسيا كميات اقل من النفط الخام بسبب التباطؤ الاقتصادي وزياده استخدام البراميل الروسيه وقفزت اسعار خام الاورال الروسي في اب مع اندفاع التجار والمصافي لشراء اكبر عدد من ممكن من النفط خشيه ان يؤدي حظر الاتحاد الاوروبي على النفط الروسي الى نقص في الموارد النفطيه هذا وأعلنت وزارة النفط عن عائدات مبيعات الخام العراقي خلال عشرة أشهر من العام الحالي 2022 حيث بلغت نحو 100 مليار دولار أمريكي ووفقا لإحصائية شركة سومو فإن إيرادات النفط العراقي المصدر خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 2022 بلغت 99.5 مليار دولار بمعدل بلغ قرابة 10 مليارات دولار شهريا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت قرابة 60.5 مليار دولار أشارت الإحصائية أيضاً إلى أن شهر آيار الماضي شهد أعلى إيراد مالي من المبيعات النفطية بواقع 11.5 مليار دولار فيما سجل الشهر الأول من العام الحالي أكثر من 8 مليار دولار تضم محافظة ميسان أربعة معامل استراتيجية لصناعة الورق والبلاستيك والزيوت النباتية والسكر وهي لا زالت متوقفة عن الإنتاج بسبب ارتفاع كلف المواد وعدم دخولها لقطاع الاستثمار فضلا عن هذه المعامل تضم آلاف المهندسين والعمال والتي تشكل مصدرا لقوتهم وعوائلهم اربعه معامل صناعيه كبرى كانت تمثل عصب الاقتصاد المحلي في محافظه ميسان فضلا عن ما ترفيده من قيمه في المنتج المحلي لعموم البلاد هذه المعامل توقفت منذ اكثر من عشرين عاما واصبحت خارج الخدمه الفعليه فهذه المصانع يحتاج أن وزاره الصناعه يكون يكون عملها بعد اكثر لغرض انه ادخال هذه المصانع او معالجه المشاكل مالتها مصنع الزيوت عامل وبي فرصه استثماريه لكن هو غير منافس للسوق باعتبار الكلف الكلف مال الانتاج عاليه ومصنع البلاستيك مصنع بلاستيك طبعا ينتج وحتى المنتجات مالته منافسه للمستورد اللي هو المنتج السعودي والمنتج المصري هذا منافس له لكن يبقى يحتاج انه دعم من وزاره الصناعه وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون بضروره ديمومه هذه المصانع في دعم المنتج المحلي وتشغيل اليد العامله يجد الشباب احباطا كبيرا جراء اهمال الجهات الحكوميه لهذا الملف حتى لم تصل البطاله والآن الشباب قد يكونوا قنبلة موقوتة بسبب عدم حصولهم على فرص العمل يجب أن تحال هذه المصانع والمعامل إلى الاستثمار وإعادة تشغيلها ما شاء الله احنا هواي شباب وعندنا معامل بالعماره خمسه مدرسته متوقفات ما يشغلون الشباب ما يشغلون هاي العالم العطاله بطاله هاي وين تروح هاي العالم تريد تعيش تريد لها لقمه تريد لها مصرف والله العظيم بس احنا ليش شباب مثل مثلا احنا تجينا يعني الشيء خطا يعني سوينا لو نبوق لو نطلع خارج الطريق لو هاي شغلونا احنا شباب اه لو شغلت هذه المعامل لاحتوت الكثير من الطاقات الشبابيه الميسانيه في المحافظه ولذلك نعاني من كثره البطاله نطالب الدوله او ال او المحافظه بمتابعه هذه المشاريع وتشغيلها وليس بعيدا عن نظريه الفساد الاداري والمالي يؤكد مهتمون ان الاهمال كان متعمدا لديمومه المستورد على حساب المنتج المحلي لاعتبارات تتعلق بصفقات ماليه وسياسيه. احنا كشباب في محافظه ميسان نعامل البطاله ويوجد في محافظه ميسان خمس معامل متوقفه يعني المعاملات المعامل لو تشتغل راح وين شباب بها يعني اكو شباب مثلا عطاله بطاله قاعده تجد غير طرق الوزارات اللي مستفيدة من توقف المعامل أكيد صفقات مالية وهذه صفقات تعتبر صفقات شبهات الفساد فأكيد يعني أكو نفوذ يعني حزبية أو سياسية وراء لتوقف المعامل في البلاد وكانت معامل الورق والسكر والأنابيب البلاستيكية والزيوت هي العمود الفقري لاقتصاد المحافظة الذي يعاني اليوم من ركود كبير انعكس على الحالة المعيشية للمواطنين لبرنامج البترودولار من ميسان حيدر الساعدي قناة دجلة في خطوة لدعم الاقتصاد في كردستان قررت حكومة الإقليم تكليف وزارة الصناعة بإصدار تعليمات لدعم إعادة افتتاح نحو 2700 مصنع أهلي متوقف لأسباب مالية أو قانونية الإجراء عده صناعيون خطوة لدعم المنتج الوطني في الأسواق العراقية والأقليم ستدور عجلة الإنتاج مجددا في 2700 مصنع متوقف منذ أكثر من عشر سنوات في إقليم كردستان العراق بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة في الإقليم بتوفير الدعم التام لهم وهي تعتبر خطوة إيجابية لأن كان هناك معوقات قانونية وإشكالات أخرى في عدم تشغيل هذه المعامل مثلا عندنا المعامل اللي متوقفة عن العمل ومكان المندثرة من الناحية القانونية لا يستطيع التنازل عن المعمل والنقل الملكية إلى شخص آخر لتحديث المعمل و انتاج منتوج جديد ينافس بالسوق فهذه تعتبر خطوه ايجابيه فيعطي المجال لكثير من المعامل باعتبار هذه المعامل تخصصت لها الاراضي والكهرباء والشغلات الاخرى وعدهم الخدمات كافه فيساهم في تشغيل هذه المعامل بحيث يحدث طفره في الانتاج النوعي في الاقليم وفي الحكومه الفدراليه ومنافسه للبضاعه الرديئه لتدخل العراق من المنافذ الحدوديه. وبتشغيل هاي المعامل حتما توفر كثير من البضاعه للاستهلاك المحلي ويعتبر منتوج محلي قد تكون المواد الاوليه مستورده ولكن الصناعه تكون بايدي عراقيه وبمواصفات عراقيه وتحت اشراف وزاره الصناعه ووزاره الصحه ووزاره التجاره من حيث الرقابه التجاريه على المنتوج. ويوفر فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل يعني الاف الشباب تخرجوا من الكليات والمعاهد والاعداديات الصناعه والزراعه فعاطلين عن العمل فيهاجرون للبلدان الاخرى يعني عندنا هجره شباب بحيث يعني اثر على مستقبل البلد والايدي العامله في البلد فتعتبر هاي خطوه ايجابيه وتوفر الفرص للعماله العراقيه و صدر قرار اخر يعتبر ايجابي من قبل وزاره رئاسه الوزراء في الاقليم بحيث ان يكون عدد العمال يعني في اي معمل لا يقل عن 60% فهذا يجبر اصحاب المعامل والمستثمرين بتشغيل العماله العراقيه وتوفير فرص العمل للشباب اغلب اصحاب هذه المعامل الاهليه لديهم عوائق ماليه وقانونيه وعدت وزارة الصناعة والتجارة بحلها ودعمهم وتوفير كل سبل إنجاح أعمالهم دعما للمنتج الوطني، فيما لا تزال معاناة المصنع المحلي من إغراق السوق بالمنتج المستورد الذي أدى إلى إغلاق 90% من معامل المحافظة. نحن كغرفة تجارة وصناعة السليمانية نرحب بالقرارات الحكومة الإقليم التي تسهل وتشجع القطاع الخاص في الإقليم وطبعا هذا القرار في حالة تنفيذي سيكون تشجيعا مهما للصناعين والتجار للقيام بدورهم في النهوض بالاقتصاد الإقليم والمساهمة في بناء العراق وطبعا السنوات الأخيرة مرنا بظروف صعبة جدا وعانى منها القطاع الخاص يجوز أكثر من غيره من القطاعات ومن الأنشطة فأي مساهمة من الحكومة في تجاه تشجيع القطاع الخاص سوف يكون موضع الترحيب من قبل غرفة تجارة وصناعة السليمانية اشتيقي حتى لي باشا طبعا إنها خطوة جيدة وتشجيع للإنتاج المحلي الوطني البضاعة الموجودة الآن في الأسواق رديئة وقليلة الجودة لكن عندما توفر منتوجاتنا وسلعنا الوطنية سنكون بمأمن وكذلك الأسعار تكون أقل من المستورد ويشار إلى أن دعم هذه المصانع سيوفر فرص عمل لألاف الشباب العاطلين عن العمل بالإضافة إلى ذلك سيشجع المستهلك العراقي الاعتماد على المنتج الوطني والابتعاد عن المنتجات الرديئة المستوردة من دول الجوار لبرنامج بترودولار مخلد محمد السليمانية قناة دجلة الفضائية تعاني زراعة الذرة الصفراء التي تعتبر أحد المحاصيل الصناعية من قلة الدعم الحكومي في محافظة كركوك خصوصا بعد أن أغرقت المحاصيل المستوردة الأسواق المحلية مع فقدان تأسيس مصانع للزيوت العراقية. الذرة الصفراء المحصول الرابع عالميا والثالث عراقيا والثاني على مستوى محافظة كركوك. تجاوزت نسبة انتاجه هذا العام في كركوك وحدها حاجز المليون طن بمساحة تجاوزت ال 400 الف دونم زراعي الفلاح بقضاء الحويجه هو تقريبا الفلاح الوحيد اللي بالصيف هو وزرع يعني اغلب المحافظات عانت وما انطوهم خطه بسبب يعني مثل ما تعرفون الجفاف يعني قلة قلت, قلت مناسيب المياه فالفلاح الحويجه بقضاء الحويجه اخذ على عاتقه انه يزرع يعني تحدى كل الظروف وهذه مثل ما تشاهدون هاي يعني الذهب الاصفر هذه كلها بجهود ذاتيه حتى الدوله ما تحتاج تستورد من الخارج. خمسمائة الف دينار هي التسعيره الحكوميه للطن الواحد من محصول الذره الصفراء لكن السياسه غير المناسبه لاستلام المحصول جعلت الكثير منه يتعرض للتلف ما جعل الفلاحين يضطرون لبيعها للتجار بسعر يتراوح من وعشرين ألف إلى وخمسين ألف دينار للطن الواحد اللي موجود الآن محصود وما له جهة تستلمه لا منافذ تسويقية بالدولة ولا التجار جاعد ينطون المال حقه يعني الدولة مسعرتها ب 500000 ألف التاجر اليوم يشتريها السعر ما يتجاوز ال 200 وثلاثين ألف التاجر يستطيع يعني من يأخذها ب 220 سعرها بالدوله 500 يضيف لها 80000 يروح يشتري كتاب بسعر الدونم الان في زراعه كركوك ينباع ب 75 الى 80000 ألف. هذا اشترى كتاب مال 100 طن آه صار عنده 300 خلي نقول دفع له بالسايلو هم 50 اذنك عينك خشمك صار 350. رح يستئر 150 ألف على 350 راح يست يربح 150000 على الطن 300000 دينار هي تكلفه الدونم الواحد من محصول الذره الصفراء يدفعها الفلاح دون دعم حكومي وبعد أربعة اشهر من الحراثة والزراعة والسقي يتفاجا بان محاصيله لم تجد من يستلمها الفلاح اخذ دوره بصوره كامله 100% من يعني من الزراعه للحرا من الحراثة للزراعه يعني الخدمات الحقل وهذا الحقول قدامكم يعني ما شاء الله ممتازه الى ان يعني اخرج الكرة من ملعبه الى ملعب الحكومة وصل مرحلة الحصاد تعد الزراعة ثاني الثروات الاقتصادية بعد النفط في العراق لوجود المقومات التي تساعد الفلاح على الانتاج لكنها الان تشهد تراجعا كبيرا نتيجة منافسة المستورد وضعف الدعم الحكومي لبرنامج بترو دولار محمد الصالح كاركوكا. قبل الختام مشاهدينا نبقى وياكم مع سوق العراق للاوراق الماليه والزميله إلى فاضل نعرض لحضراتكم المؤشرات الاسبوعيه للتعامل بالاسهم والتي اختتمت في جلسه الخميس الموافق 24 تشرين الثاني لعام 2022 اذ نظم سوق العراق للاوراق الماليه خمس جلسات تداول للاسبوع الحالي تداولت خلالها اسهم 56 شركه من اصل 103 شركه مساهمه مدرجه ولم يتم التداول على أسهم 43 شركة مساهمة لعدم توافق أسعار الشراء على أسعار البيع، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة في جلسة يوم الأحد مليار سهم بقيمة 800 مليون، وفي جلسة الاثنين بلغ عدد الأسهم المتداولة 300 مليون سهم بقيمة 500 مليون دينار، وبلغ عدد الأسهم المتداولة في جلسة يوم الثلاثاء 800 مليون سهم بقيمة مليار دينار. وفي جلسة يوم الأربعاء بلغ عدد الأسهم المتداولة 600 مليون سهم بقيمة مليار دينار. وأخيراً في جلسة يوم الخميس الموافق 24/11/2022 بلغ عدد الأسهم المتداولة 600 مليون سهم بقيمة 800 مليون دينار. وبهذا أصبح مجموع الأسهم المتداولة للأسبوع الحالي 3 مليار سهم وبقيمة 4 مليار دينار. وأغفل مؤشر أسعار الأسهم المتداولة في سوق العراق للأوراق المالية في جلستي الأحد والاثنين على 591 نقطة. وفي جلسه الثلاثاء على 590 نقطة، وفي جلسه الاربعاء على 588 نقطة، واخيرا اقفل المؤشر في جلسه يوم الخميس على 590 نقطة، ومن بين نشاطات السوق الاخرى نظم سوق العراق للاوراق المالية برنامج تدريبي بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي، نظم السوق تدريبا لطلبة الدراسات العليا لقسم الاقتصاد الجامعة المستنصرية يوم الثلاثاء الموافق 22 تشرين الثاني. تضمن نشاط التداول بالأسهم وآليات تحليل التداول بالأسهم وإجراءات الإيداع المركزي شكرا عبد الرحمن نلتقيكم الأسبوع المقبل حلقة بتر الدولار لهذا اليوم شارفت على النهاية شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء